أنا النهاردة خليني أقول لحضراتكم على إن اللجنة الطبية كان في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة الظهر كده، كان الكلام فيه بخصوص أعراض الكورونا وطرق الوقاية منها، وده كان مؤتمر مهم جدا، وده نتائج المؤتمر زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشة يعني. وكان من خلال اللجنة الطبية اللي بيترأسها دكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، وإن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا. الناس خدت إن المؤتمر ده هيكون تمهيد لإيقاف الدوري، الكلام ده غير حقيقي، وده اللي أكده الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية. قال إحنا بس بنحاول نوعي الناس بخصوص كيفية التعامل مع أعراض فيروس كورونا أو طرق الوقاية تحديدا يعني. قال إن اللجنة الطبية تتعامل وفق التعليمات التي تصدر من أو عن الدولة والهيئات الرياضية، ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافحة العدوى وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة، نصائح اللي هي إيه احترازية أو وقائية. وتابع أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس. وكمان أعرب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبي الذي عقد اليوم بالاتحاد، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله، وأنه لا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط الرياضي. ده كلام غير حقيقي. ده فيما يتعلق بفيروس كورونا واخر المستجدات بالتحديد هنا في مصر. احنا عارفين المستجدات كلها في العالم وصلت لحد فين، يعني دول كتير جدا الدوريات كلها اتوقفت، تقريبا اكبر 5 دوريات في اوروبا اتوقفوا، الدوري الانجليزي الفرنسي الالماني الايطالي كل الدوريات تقريبا، في امريكا برضو تم ايقاف النشاط الرياضي، الدنيا هناك متفشية، المرض متفشي بشكل اكبر من مصر في الحقيقه. ربنا يحفظ الجميع يا رب ويسلمنا كلنا باذن الله من هذا الفيروس الصعب والمستجد.